السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ مرحبا بكم في أكاديمية العطاء الطبية. وياكم دكتور باقر. إن شاء الله اليوم أشرح وياكم مادة البايوكيمستري. إن شاء الله بنهاية المحاضرة راح يكون كل شيء سهل وكل شيء واضح لكم، ونسأل من الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ هسه بالمحاضرة. أول شيء قبل لا نبدأ بها، خلينا ناخذ فد أمور أساسية، تمام؟ فد أساسيات عنها. أول شيء عندي فد مصطلح اسمه هو الكربونيل جروب. هاي الكربونيل شنو؟ عبارة عن ذرة كربون هاي مرتبطة بدبل بوند O، تمام؟ يعني مرتبطة بآسرة مزدوجة مع الأكسجين. هاي شنو نصيح لها؟ نصيح لها راح شنو؟ كربونيل. هاي كربونيل جروب. زين، هاي نفسها الكربونيل جروب، تمام؟ هسه هاي احنا قلنا كربونيل جروب C دبل بوند O، يعني الكربون بآسرة مزدوجة مع الأو مع الأكسجين. هاي نفسها الكربونيل جروب هنا، اذا كانت طرفيه، يعني هسه خلي احذف هاي، تمام؟ اذا خلينا نقول مرتبطه ب اتش، هنا ايش راح اصيح لها؟ هنا راح اصيح لها شنو؟ راح اصيح لها الديهايد. تشوفون هذا راح اصيح لها الديهايد. هاي سي كربون، هنا نا كربون، هاي مرتبطه بدبل بوند ويا الاكسجين، يعني اصلا مزدوجه ويا الاكسجين الكربون، وارتبط بها الهيدروجين. من ارتبط بها الهيدروجين راح اسميه الديهايد. اذا الالديهايد فرع من الكربونيل، اوكي؟ اذا سي دبل بوند او دبل بوند اصله مزدوجه كربون ويا اصله مزدوجه مع اكسجين وياها يرتبط الهيدروجين، راح نسميه شنو؟ راح نسميها الالديهايد. زين، نفسها هاي الدبل بوند، خلي هنا نحذفها لو نكتب غيرها، هنا سي دبل بوند او، تمام؟ ارتبطت، لا ارتبطت هنا مو بدون اتش، صارت وسطيه وما ارتبطت باتش، يعني هنا ماكو اتش، اوكي؟ ماكو اتش. هنا اشرح نصيح له اذا ارتبط بسي مثلا او ار، خلينا نصيح له بشكل عام، تمام؟ يعني هنا ما ارتبطت باتش، مثل هاي راح نصيح له كيتون. اذا سي دبل بوند او، يعني كربون وباسره مزدوجه مع الاكسجين، هاي صحنا لها كربونيل جروب. الكربونيل جروب اذا ارتبطت ويا هيدروجين، تمام، راح نصيح له الديهايد. اذا ارتبط ويا غير شيء، تمام، راح نصيح له كيتون، اوكي؟ هاي ان شاء الله تكون هاي الفكره العامه. زين، هسه هاي فهمناها. عندنا مصطلح ثاني هنا نشوفه هسه، بعدين طبعا نرجع طلاب نشرح السلايدات، بس خلينا ناخذ المفاهيم الاساسيه. هسه فهمنا شنو الكربونيل وشنو الالديهايد وشنو الكيتون. عندنا بعد مفهوم ثاني اللي هو الدايبولار، تمام؟ دايبولار مومنت، اوكي؟ دايبولار مومنت. شنو دايبولار مومنت؟ اوكي، اللي هو هذا هنا دايبولار مومنت. شنو هذا؟ هذا خلي اخذ مساحه شويه. هذا دايبولار مومنت عباره عن مفهوم يعني كلش بسيط، اللي هو القطبيه السالبه او الموجبه. الدايبولار القطبيه، فالدايبولار مومنت اللي هو من نيجي الترجمه يقول لك العزم القطبي، تمام؟ فهاي القطبيه الموجبه او السالبه نفس ما ماخذيها بالكيمياء، تقريبا نفس المفهوم. بس هنا شويه بالانجليزي راح نقول نيو، عندنا نيوكليو فيليك، عندنا مصطلحين نيوكليو فيليك، نيوكليو نواة، تمام؟ نواة، فيليك محب، فإذا محب للنواة. وعندنا مصطلح ثاني اللي هو الإلكترو شنو؟ هماتين فيليك. هذا لا، هذا محب لمن؟ إلكترو إلكترون. هاي واضحة خو، سهلة إن شاء الله عليكم. وفيليك محب، إذا محب الإلكترون. زين، من اسمه محب الالكترون هنا، بس هسه خلينا نجي للشحنات مالته. النيوكليوفيليك سالب، والالكتروفيليك راح يكون موجب، تمام. والالكتروفيليك موجب هنا مثل ما ماخذين بالكيمياء، هنا بما انه محب الالكترون، اذا راح ياخذ، لو ينطي راح ياخذ، تمام؟ هنا ياخذ الكترون، تمام؟ ياخذ، اوكي، ياخذ الالكترون، لان محب للالكترون الكتروفيليك، فيليك محب، الكترون محب الالكترون ياخذ. هنا نيوكليوفيليك اللي هو الماينس اللي هو السالب، هنا محب للنواة، هو اللي راح ينطي، تمام؟ هو اللي راح ينطي هذا، وهذا هو اللي راح ياخذ من هذا، تمام؟ اذا هنا لو نشبهها، خلينا نقول مثلا اثنين اكو، خلينا نقول هاي زهراء، تمام؟ هاي زهراء، ولو زهراء ما ادري شلون طلعت، هاي خلينا نقول زهراء بس للتوضيح، وهاي خلينا نقول هذا احمد، تمام؟ هو زهراء واحمد طايحين بالامثله بالشعب العراقي، هاي هذا احمد. هنا زهراء ايش عندها؟ عندها علاقه وبها برتقال، تمام؟ هاي العلاقه خلينا نقول عليها، بس قبلها خلينا نقول هنا احمد ما عنده علاقه، هنا احمد ماكو، جيوبه بايده، بجيوبه خلينا نقول، تمام؟ ايده بجيوبه، تمام؟ ما عنده، مفلس.
هاي عندها علاقة وبها برتقالات، تمام؟ هاي العلاقة مثلا رمزنا لها ماينس، يعني شنو؟ نيوكليو فيليك. ليش؟ يعني مستعدة تنطي، تمام؟ زهراء، هاي زهراء كريمة مستعدة تنطي وغنية، تمام؟ حاطة علامة، يعني حاطة هاي علامة على علاقتها، يا باني علاقتي متروسة، تمام؟ أقدر أنطي. هنا أنا أحمد إجي يريد يستغل الوضع، هو ما عنده برتقالات، فش قال لك؟ فكر بيها، قال لك هاي زهراء عندها برتقالات، تمام؟ خلي أني أجي ارتبط بيها، تمام؟ ومن ارتبط بيها هي تعطيني راح شو اسمه برتقالاتها، وبالتالي انا هنا وصلت حاله تعادل، تمام؟ اثنيناتنا عندنا راح يكون. فهنا لان هذا الكتروفيلك احمد، ليش؟ لان ياخذ هاي زهراء راح تكون نيوكليوفيلك، ليش؟ لان راح تنطي سال، هذا الكتروفيلك راح يكون موجب. ان شاء الله تكون الفكره واضحه. فهسه نرجع، هسه هاي الفكره وما بيها بهالسلايدات بابسط عباره، هسه نجي نرجع نشرحها شو اسمه للفكره. اول شيء انترودكشن، الاول شيء يقول لك الكربونيل جروب، تمام؟ هاي كربونيل جروب، شوف لون الكربونيل جروب اللي هي حكينا عنها، اللي هي هاي الكربونيل جروب اللي هي حكينا عنها قبل شويه، اللي هي قلنا السي دبل بوند او، اللي هي هاي مساحه حكينا سي دبل بوند، اوكي؟ او هاي كربونيل كومباوند، ار كومباوند ذات كونتين ذا كربونيل جروب، حكينا تمام. مركبات الكربونيل هي المركبات اللي تحتوي على كربونيل جروب، مجموعة كربونيل، which include التي تحتوي aldehyde أو تتضمن، which include تتضمن الالديهايد اللي هو هذا اللي قلنا اللي هو ويا مجموعة الكربونيل H، والكيتونز واللي هو ماكو H، يعني مو طرفية تكون وسطية وترتبط مع مجموعتين مثل RRCC، أوكي؟ ولا آخره. الكربوكسيليك مثلا أسيد and its derivatives وتفرعاتها. احنا اهم شيء عندنا شنو؟ اهم شيء عندنا الالديهايد والكيتون من مجموعه الكربونيل جروب اللي هو حكينا راح يصير عليه. زين، يقول لك they have a dipolar moment. الدايبولار مومنت تذكرون زهراء واحمد، ها هذول زهراء واحمد اللي شرحناهم، دايبولار مومنت العزم القطبي اللي هو از اوكسجين از مور الكترو نيجاتيف، يقول لك اوكسجين مور الكترو نيجاتيف زين ذان كربون، اكثر من الكربون، يعني شنو؟ قطبيته سالبه اكثر من الكربون. زين، هذا هسه هنا راح يقول لي شنو الفكره من هالشيء؟ ليش دي يقول لي انه ياب الاكسجين نيجاتيف، يعني الكهربائيه مالته سالبه وقطبيته سالبه اكثر من الكربون؟ هذا شيء يوضح لي this implies that the carbonyl carbon is slightly positively charged، تمام؟ انه الكربون شويه موجب، and the carbonyl oxygen ويا الاكسجين شويه سالب negatively charged، تمام؟ شحنه سالبه. This makes the former susceptible، هذا يجعل الشكل انه يعني المن معرض susceptible to nucleophilic attack، يا هو nucleophilic attack اللي هو الينطي، while the later should be susceptible to attack by electrophiles، تمام؟ by electrophiles، يعني الالكتروفيلز هو اللي ياخذ النيوكليوفيليك اللي هو ينطي. يقول لك بما انه الاكسجين هو السالب، بمعنى هو راح يشتغل كنيوكليوفيليك، هو اللي راح ينطي كانه، بينما الكربون بما انه هو موجب راح هنا يكون او اقل سالبيه خلينا نقول من الاكسجين، فهنا هو اللي راح شنو؟ هو اللي راح ياخذ، اوكي؟ اذا النيوكليوفيليك ينطي السالب واللي يكون نيجاتيف تشارج، بينما الالكتروفيليك اللي هو البوزيتيف الموجب، يعني شحنه موجبه، هو اللي راح ياخذ، تمام؟ هاي فكره بسيطه، لا تدخلون نفسكم بالتفاصيل البقيه، تمام؟ تمام. هسه هذا ان شاء الله كله واضح، زين؟ زين. هسه هاي افتهمناها. عندنا بعد شنو؟ هنا شو يقول لك؟ يقول لك ان سمبل نيوكليوفيليك اديشن، هذا الحكي كله دي يقول لك انه يا بالسالب ينطي والموجب ياخذ. ان سمبل نيوكليوفيليك اديشن رياكشن، تفاعلات الاضافه المحبه للنواه، وير ذا ريت ليميتنج ستيب، يعني خطوات تحديد المستوى، ذا از ذا اتاك باي شنو؟ خلينا نشوف السلايد ورا. باي ان سمبل نيوكليوفيليك اديشن رياكشن وير ذا ريت ليميتنج ستيب از ذا اتاك باي نيوكليوفيل، تمام؟ the rate of، يعني شنو راح تهاجم؟ انه هي النيوكليوفيل هي اللي راح تنطي، تمام؟ هي السالبه هي اللي راح تنطي الالكترون، لان هي محبه للنواه، اوكي؟ متشبعه زهراء. زين، the rate of the reaction، معدل التفاعل، will reduce، يعني معدل التفاعل راح يقل، with the electron donating، يعني مع اعطاء الالكترونات، يعني معدل التفاعل راح يكون شنو بي؟ راح شويه يبطئ، تمام؟ and donating R groups and enhance the، يعني يعزز with electron withdrawing، يعني والتفاعل يتعزز مع سحب الالكترونات،
تمام. This is an on account يعني هي الفكرة واحدة للطلاب لا تدخون بها. السالب ينطي، الموجب ياخذ. اوكي هاي كل الفكرة ما بيها، هذا مجرد حشو كلام. This is on account هذا يعني يعني ناخذ بنظر الاعتبار او بالحسبان of the fact اكفت حقيقة that the positive charge الشحنة الموجبة on carbonyl carbon is neutralized progressively يعني مدة تاخذ فراح توصل للتعادل، مدة تاخذ الالكترونات النيوكليوفيلك تنطيها فتتوصل للتعادل تمام بشكل تدريجي. Ongoing to the transition state for nucleophilic addition. تمام إنه هي بما إنه تتأخذ تمام هي هاي أم الإلكتروفيلك المحبة للإلكترون بما إنه هي بالتفاعل تتأخذ الإلكترونات فهي توصل إلمن الحالة المعادلة وحالة التشبع مثل الكيمياء اللي خدتوها بالإعدادية بس هناك في المصطلحات تحفظوها. تمام تمام. إذا السالب ينطي الموجب يأخذ وهذا الكلام كله يحكي على هالفكرة. زين نيجي هنا يقول لك thus it is further expected إنه نتوقع شيء إضافي that the factors إنه العوامل which may cause اللي تسبب delocalization تمام يعني تموضع جديد خلينا نقول of the positive charge يعني أو إزاحة delocalization of the positive charge الشحنة الموجبة راح يصير هالإزاحة يعني راح تتغير تروح باتجاه التعادل on the carbonyl carbon will render nucleophilic addition slow راح تجعل التفاعل شنو انه تفاعل الاضافه هذا نيوكليوفيلك راح تخليه سلو لان ليش لان هي تصير ازاحه باتجاه التعادل بعد ما تريد تقولها اني شويه شويه دا اشبع زين هاي بعباره بسيطه فيقول لك such factors include conjugation with the aromatic rings يعني هذا هاي العوامل such factor هاي مثل هاي العوامل تتضمن انه الارتباط conjugation with the aromatic rings الحلقه الاروماتيه مثلا اذا ارتبطت بها او مثلا اذا ارتبطت بدبل بونز تمام يعني عصره مزدوجه and group containing يعني مجاميع تحتوي على unshared pair of electron يعني مجاميع غير مشاركة من الإلكترونات. As the addition reaction proceed هذا تفاعل الإضافة إذا استمر the trigonal carbon يعني هذا الكربون اللي هو الثلاثي تمام ثلاثي الأضلاع خلينا نقول هذا the trigonal carbon شوف السلايد الوراء converted to saturated carbon يعني هذا هماتي نفس الشيء رجع يقول لك يا بدي يصير تعادل فلا تدخل بالفكرة هذا الكلام كله على فكرة واحدة النيوكليوفيلك ماينس سالب ينطي للإلكتروفيلك اللي هو الموجب باستمرار التفاعل كل ما يوصل حد تعادل أو تشبع إيش راح يصير بي راح يبطئ التفاعل أوكي هاي الفكرة ما بيها لأن دي يوصل حد التشبع saturated carbon and any increase in steric bulk هذا الستيريك بولك اللي هو المساحة تمام اللي يشغلها أو المساحة يعني راح يشغلها حجمها هاي يعني الذرة أو هذا شو اسمه الجزيء فهنا هذا الجزيء من دا ياخذ ودا يزداد إيش راح يصير بي in the R group is expected to hinder تمام راح يعرقل the rate of the reaction تمام ليش لأنه هو دا حجمه شوي شوي دا يكبر فيقول لك ممكن يعرقل التفاعل لأن دا يشبع شوية فيعرقل التفاعل بعد ما يريد زين those the carbonyl compound مركبات الكيميائية containing sterically bulky groups تمام انهم مركبات الكربونيل تحتوي على حجم تمام هذا حجم المساحه مالته او الضخامه مال خلينا نقول الذره او حجم المركب او الجزيء ايش راح يكون بي راح يكون بي react slowly and more reversibly تمام راح يبدي يتفاعل بشكل بطيء شوي شوي كل ما يتشبع تمام اذا الفكره نفسها السالب ينطي للموجب كل ما يتشبع التفاعل يعني يبدي الجزيء الحجم الجزيء او المركب يبدي يزداد وبنفس الوقت يبدي يقول انا يابا شبعان بعد ما اريد التفاعل اقلل التفاعل يبدي يقلل شوي شوي يبدي ياخذ يعني هذا الاخذ اللي بده ياخذه يبدي يقلله زين ان شاء الله الفكره صارت بسيطه زين هسه احنا هاي كملناها اوكي كملنا احنا شنو عرفنا شنو الكربونيل عرفنا شنو الدايبولر مومنت عرفنا هذا الكلام اللي هو حكى عنه وشلون التفاعل يصير بطيء بعدين من يبدي يتعادل هذا كله فد اساسيات او معلومات اساسيه للمحاضره تمام تمام هسه نجي للالديهايد اند كيتونز اوكي الالديهايد اند كيتونز عندنا هنا هن فروع عرفناهن من الكربونيل جروب او كربونيل كومباوندز والالديهايد اللي هو قلنا ترتبط بهيدروجين والكيتون اللي هو لا ما ترتبط بهيدروجين وتكون وسطيه ذره الكربون زين هنا الالديهايد اند كيتونز نجي اول شيء نسميه التسميه بها تسميه تقليديه واكو تسميه شنو تسميه على نظام الايوباك اسمه فحتى ما تدخلون بهاي الاشياء خلينا نجي ناخذ الامثله وبعدين نشرح هنا مثلا الالديهايد هنا مثلا الالديهايد اوكي الالديهايد يقول لك شلون نسميه بطريقه تقليديه باعولي المعادله هذا الفورميك اسيد تمام هذا الفورميك اسيد اللي هو الحامض شو نسوي نحذف الايك هاي الاي سي نحذفها ونضيف الالديهايد تمام
ضيف اسم الديهيد form الديهيد صار اسم. إذا من نعطيك مثلا formic acid يصير form الديهيد، مجرد تحذف ال IC وتضيف الالديهيد form الديهيد. بالنسبة للكيتون هنا خوما يتعبك، قبل تضيف كيتون، بس تضيف كيتون. يعني هذا مثلا اسمه دايمثل، تضيف دايمثل كيتون. هذا إيثيل إيزوبروبيل، هذا تضيف له إيثيل إيزوبروبيل كيتون. هاي بشكل بسيط، تمام. فنرجع سنقرأ القاعدة، هذا بشكل تقليدي، الاسم التقليدي. فيقول لك trivially بشكل يعني بسيط، خلينا نقول aldehyde are usually named، الالديهيد دائما تسمى after the acids، يعني هذا الحامض they form on oxidation، تمام. بعد الحامض اللي هو صار بعد عملية الأكسدة، شوف هاي عملية الأكسدة صار شنو الحامض. سنجي للتفاعلات بعدين. اللي يهمنا هنا بهذا الكلام انه الايك الاي سي هاي نحذفها in the name of the acid باسم الحامض is then replaced، راح شنو راح نبدلها بمن by aldehyde، نمسح ال IC ونضيف aldehyde to get the name of the aldehyde حتى نحصل اسم الالديهيد. فاذا ايش راح يصير form، يعني formic acid form aldehyde، تمام. هاي اعتقد كلش واضح. يقول لك on the other hand، هاي اللي حكينا عنها بطريقه اخرى، انه الكيتونز شلون نسميها by using the name of the group attached with the carbonyl group، انه ايش نستخدم، يعني نستفاد من هذا الاسم اللي هو مرتبط ويا من ويا الكربونيل جروب، تمام. هذا مثل دايمثل، مثل ايثيل ايزوبروبيل، تمام. هذا نستفاد من عنده، وبعدين شو نسوي؟ and then adding ketone after the name of groups. مجرد هذا الكيتون ما يتعبنا، مجرد اخذ الاسم اللي هو ويا الكربونيل المرتبط ويا الكربونيل، وبعدين شو اسوي؟ اضيف الكيتون، اضيف ويا الكيتون، يعني دايمثل كيتون، اوكي؟ كلش واضح، هذا واضح. نيجي نظام الايوباك، نظام الايوباك هماتين مثل اعتقد اذا بالكيمياء العضويه اذا ماخذين فتره الاعداديه هو تقريبا نفس التسميه، بس نيجي نعيدهن من جديد، تمام؟ In the ايوباك system aldehyde and ketones، الالديهيدات والكيتونات are named تسمى according to the following procedure، اكو فد خطوات نتبعها، تمام. هذا الكلام كله شنو اللي يفيدني من عنده؟ يفيدني من عنده انه اني خل اخذ مثال حتى شوي تكون سهله، تمام. السلايد الورا، هذا السلايد، اوكي. شنو اللي يفيدني من عنده هذا؟ اول شيء اني اخذ ارقم عند عدد ذرات الكربون، تمام، وغالبا ما يكون من طرف المجموعه الكربونيل الديهايد او الكيتونز. هسه مثلا هنا هاي كربون، تمام، هاي واحد، هاي كربون، وهاي او دبل بوند، هاي شنو؟ هاي كربونيل جروب، هاي كربونيل، تمام، كربونيل جروب. زين، مرتبطه بها هيدروجين وذره الكربون طرفيه، هاي ايش راح اصيح له؟ راح اصيح له الديهايد، هذا الديهايد. هنا ضمن نظام الايوباك التسمية شكو الديهايد، تمام، شكو الديهايد، شضيف له؟ اضيف الاسم ال، وهاي الال لمن اضيفها؟ اضيفها بعد ما احسب عدد ذرات الكربون. اذا نرجع هنا، تمام، شوية نقسمها بعدين نرجع لشرح طلاب. اول شيء نقسمها، هذا هنا هاي الاسامي، اذا عدد ذرات كربون واحد ميثان، اثنين ايثان، ثلاثة بروبان، أربعة بيوتان، تذكروها هاي إن شاء الله، خمسة بنتان، ستة هكسان، وهكذا هبتان، أوكتان، نونان. إذن ميثان إيثان، بروبان بيوتان، بنتان هكسان، هبتان أوكتان، نونان ديكان، هذني عليهم على عدد ذرات الكربون. زين، هسه نرجع للمثال. هنا أنا قلنا مو كل الديهايد نضيف ال لعدد ذرات الكربون، يعني مركب على عدد ذرات الكربون، نجي هسه وحدة وحدة نقسم عدد ذرات الكربون. هسه عرفنا كربونيل، هذا الديهايد. نجي هسه واحد عدد ذرات كربون، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، تمام. إذا خمسة ايش راح نسميه؟ راح نسميه بنت، تمام، بنت. بما أنه هو الديهايد راح أضيف له أي ال، إذا بنتانال، تمام، هاي وحدة. زين، هنا بالخامس، بالتفرع الخامس عندي مجموعة هيدروكسي، أكتب خمسة هيدروكسي بنتانال، تمام، وهكذا. هذا اسم الايوباك. هسه هذا كمثال على من على الالديهايد. بما انه اخذنا الفكره العامه نرجع نقراها ونرجع على ذنيك هماتين، نجي نقراها من جديد. الديهايد اند كيتونز، نجي للايوباك، نظام الايوباك. اول شيء يقول لك ذا نيم اوف ذا بارنت هيدروكربون، تمام، انه اول الكربون البارنت اللي هو الام، خلينا نقول الاسم الاولي الكان اور الكين اور الكاين، از ديتيرمايند وايل اكاونتنج، يعني يحدد بينما نحسب ذا كربونيل كربون از ا مثل جروب فور الديهايد، انه نحسب الكربونيل كربون از ا مثل جروب فور الديهايد اند از ا مثلين جروب فور كيتونز، يعني هاي مجموعه الكربونيل نجي نشوفها وين ونحسب، تمام. ذا سبستيتيوانت
are named as it is done for the hydrocarbon. إنه البديل إنه يسمى ويعني تسميته تم for the hydrocarbon while considering the position of aldehyde. إنه نخلي بالنا إنه موقع الالديهيد as one position. يعني نحاول نخليه بالموقع الأول. For both aldehyde and ketones, لكلاهما الالديهيدات والكيتونات, الاسم the naming is done in alkane but keeping in mind the priority sequence. يعني تسميتين تتم بالالكينز but keeping نخلي يعني نخلي بنظر الاعتبار keeping in mind the priority انه الاولويه sequence and rule of lowest locans. تمام, انه نحاول انه الرقم يعني انه تكون الجهه اللي بها الكربونيل او هاي هي اقل الاعداد lowest locans يعني بتموضع اقل. اوكي تفرعات مالته هسه هذا الكلام لا دخل به ساماتين مثل ما قبل شويه طبقنا راح نطبق عليهن ونجي نفهمن. هنا اهم شيء تخلوا بالك انه البوزيشن مال الكربونيل جروب التيهايد اور كيتونز انه احنا نخليه باقل الاعداد نحاول. زين وهنا يقول لك the name of alkane is modified to alkanal. إذا شنو for the aldehyde. إذن مو إحنا جينا رقمنا عدد ذرات الكربون مجموعة الكربونين نحاول نخليها بالبداية بعدين نجي نشوفه. قبل شوية شفنا هيدروجين مرتبطة فيش سمينا بنتانال, فهنا أقول لك الكانال. تمام نضيف المن للالديهايد. تمام هاي عشيرتهم عشيرة آل. أوكي الديهايد. بينما بالكيتون يا طويل العمر بالكيتون the name is modified to الكانون. تمام هذول عشيرة نون وذولاك عشيرة آل. تمام فهنا يعني نحسب ذرات الكربون طلاب نضيف آل ونضيف نون بعبارة بسيطة. هسه خليكم خطوة خطوة. قسمنا وعددنا من مجموعة الكربونين. تمام نحاول قدر الإمكان يكون تقسيم من عدها. بعد نشوف عدد ذرات الكربون ونحط له اسم اللي هو هاي نرجع لها ميثان إيثان بروبان بيوتان بنتان هيكسان هبتان أوكتان نونان. نجي نشوفه مثلا ثلاث ذرات كربون بروبان نشوفه مجموعة الكربونين نجي نباوع لها مرتبطة بهيدروجين وطرفية فهاي شنو الديهايد إذا نحط آل هاي من عشيرة آل. نيجي نشوفها مثلا بروبان تمام بس شنو مرتبط بذرتين خلينا نقول كربون أو ما مرتبط بهيدروجين طرفية والكربون صار بالنص خلينا نقول هنا راح تكون من عشيرة نون. تمام بروبانون. تمام ونشوف التفرعات بعدين والرقم ونسمي. تمام هسه نجي يقول لك the position of the carbonyl group is donated a numerical prefix to on. هسه هاي نجي نفهم شنو يعني من نجي الكيتون بما انه ممكن تكون وسطيه. تمام الكيتون نجي نرقمها نجي نرقم مجموعه الكربونين وهسه نجي نشوفها. اتمنى ما دختوا طلاب اتمنى انه خليتوا ببالكم الاساسيات. تمام لا تدخلون كل هذا الكلام بعدين تحفظوه. اوكي انه تفهمون الطريقه انه نجي الرقم من مجموعه الكربونين غالبا. تمام نحاول نعطيها اقل الارقام نحسب عدد ذرات الكربون. عدد ذرات الكربون راح تعطينا التسميه مثلا 3 بروبان. تمام يعني مثلا 6 مثلا هكسان وهكذا. تمام وبعدين الال والنون على حسب مجموعه الكربونين في طرفية وبها هيدروجين هاي آل مو طرفية وسطية ومرتبطة ذرتين كربون أو مجموعتين آر آر فهي من عشيرة نون وكان الله يعقب المحسنين. هسا نيجي نشوف تطبيقاتهم مالتهم هذا اللي هسا نرجع لهم إحنا هنا. هذا نرجع نسميه نرجع على مثالنا العزيز. أوكي هذا المثال أول شيء مجموعة الكربونين وينها هاي مجموعة الكربونين سي دبل بوند يعني أصغر مزدوجة أو زين طرفية هي طرفية مرتبطة بهيدروجين فإذا هاي شو أسميه هاي الديهايد هاي أقول الديهايد أنا بعد أنا افتهمت هاي الديهايد. إذا الديهايد من يا عشيرة قبل أصنفه عشيرة آل. تمام عشيرة آل زين هذا عشيرة آل نيجي نشوفه كم درجة كربون عدي تمام حتى نعطيه تسمية. فإذا هاي واحد لك هاي ذرة كربون واحد الرقم هسه شنو صار هاي 2 3 4 5 من 5 ذرات كربون ايش راح نسميها راح نسميه بنت. تمام ومن عشرة آل بنتانال اذا هاي خلصنا منها. اذا هنا عندي نجي نشوف اكو تفرعات لو لا اكو تفرعات اكو بالذرة الكربون الخامسة اكو هيدروكسي اتش او ار او اتش. تمام هاي راح نسميها 5 من تفرع هيدروكسي بنتانال. تمام ان شاء الله واضح. هسه نجي للثانية خلينا نعوف هاي نجي لهاي هسه نرجع لها بعدين. هسه هاي الثانيه تمام احنا ايش قلنا بما انه هاي كربونيل هاي اذا كربونيل نبدا رقم عندها هاي اتش يعني شنو الديهايد يعني من عشيره شنو يعني عشيره الديهايد يعني شنو ال. تمام ال زين نجي نحسب اذا ال هسه لازم نخليه بالاسم نجي نحسب عدد ذرات الكربون 1 2 3 4 اذا شنو بيوت ومن عشيره ال بيوتانال.
تمام؟ بيوتانال. زين اكو تفرعات اي اكو وين؟ على الثالثه ذره الكربون الثالثه. فنجي شنو اسمه هذا؟ مثل. فثلاثه مثل، ثلاثه مثل بيوتانال، تمام؟ هاي ان شاء الله واضح. نرجع لهاي الثانيه، هاي هنا اول شيء نجي نشوف وين مجموعه الكربونيل. هاي هنا مجموعه كربونيل، وهاي شنو لعت؟ هاي هماتي مجموعه كربونيل. زين طرفيه لو وسطيه؟ نجي نشوف طرفيه بيها هيدروجين لو لا بيها هيدروجين. هاي هيدروجين وهاي هيدروجين. اذا هاي من يا عشيره الديهايد، اذا هاي الديهايد يا حبيبي الديهايد. يعني شنو نخلي؟ ال. بس هنا نخلي ال بس هنا، تمام؟ بس هنا شنو؟ اكو اثنين ال، فنخلي داي. الداي يعني اثنين، تمام؟ وال يعني شنو؟ الديهايد يعني اكو اثنين، مجموعتين الديهايد. فداي هاد وين موجودات؟ عند الواحد والخمسه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، موجودات عند الواحد والخمسة. إذن واحد خمسة ديال، وبنا بما أنه خمس ذرات كربون فإيش راح نسميه؟ بنتان. فبنتان واحد خمسة ديال، واحد خمسة ديال. هنا الاسم شلون صار؟ أنه أنا مو جيت حسبت عدد ذرات الكربون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بنتان، تمام؟ جيت أقول بنتانال، أوكي. بس هنا اثنين مجموعة كربونين، هاي وحدة عند رقم واحد وهاي الثانية عند رقم خمسة، فإيش راح أكتب؟ بنتان وأكتب واحد خمسة ديال. داي يعني شنو؟ اثنين، الواحد والخمسه، والال اللي هي الالديهايد، تمام اللي هو هنا نكتب عدد او رقم شو اسمه، رقم المجموعات الكربونيل. ليش؟ لانه صارت عند الخمسه هماتين، فواحد خمسه ديال يعني اثنين. زين هنا خلينا نقول لو مثلا موجوده سي اتش 3 وهنا سي اتش 3، تمام؟ هنا ايش راح يقول؟ او مثلا سي بسي، تمام؟ كربون بكربون، يعني مو اتش مو طرفي، هنا راح تصير كيتون. فايش راح نكتب؟ راح نكتب ديون، لان الاون المد الكيتون، راح نكتب واحد خمسه ديون، تمام؟ بس هسه اهم شيء انه احنا نرقم عدد ذرات الكربون، وعلى رقمها نحط الاسم اللي هو هنا خمسه بنتان. عندنا مجموعتين كربونيل، المجموعتين داي، بما انه المجموعتين الديهايد فدايال. فإذا بنتان واحد خمسة ديال، مجموعتين الديهايد. نجي لهذا، أو خلينا نعوف هذا، هذا نعوفه بعدين. نجي لهذا، تمام؟ نجي لهذا. عندي هاي فنل، فإذا فنل، تمام؟ نجي نعوفه. نجي الرقم، وين مجموعة الكربونيل؟ هاي مجموعة الكربونيل. نجي الرقم، هسه الرقم منا واحد اثنين ثلاثة أربعة، تمام؟ إذا الرقم منا صار واحد اثنين ثلاثة أربعة، فإحنا نخليها رقم اثنين. واحد اثنين ثلاثة أربعة. فنل، تمام؟ عندي بس مجموعة فنل، أوكي؟ الأربع ذرات شنو؟ بيوتان. تو أون، تمام؟ هنا شوية أعتقد دخلتوا بيها. هنا الفنل وحدة هي فنل، أوكي؟ أربع ذرات كربون بيوتان، تمام؟ بيوتان، أربع ذرات كربون بيوتان. تو أون، تمام؟ ليش تو أون؟ التو هنا مو قلنا واحد خمسة ديال؟ من الصير المجموعة الألديهايد أو الكيتون مو واحد، لازم هنا نترقمها. فإذا هذا بيوتان. فاثنين أون. بيوتان اثنين اون، تو اون. اذا نرجع للملاحظه الساعة ما قريناها حتى اذكركم، هاي الملاحظه يقول لك هاي مو هاي الكانون، خلينا نجيب منها. In case of ketones the name is modified to alkanon، يعني اون. The position of the carbonyl group is donated as numerical prefix to on، يعني شنو موقع الكربونيل جروب؟ شنو نعطي؟ donated، نعطي عدد البريفيك تو اون، تمام؟ العدد نضيفه الاون اللي هو هنا شفناه بهذا المثال. انه شو سوينا احنا؟ قلنا اربع ذرات كربون بيوتان، واحد اثنين ثلاثه اربعه بيوت، تمام؟ بيوتان. فهنا هاي واحد فنل، بيوتان تو اون، تمام؟ تو اون، تمام هاي واضح. نجي لهاي، هاي مجموعة الكربونيل، هاي كل ضلع عبارة عن كربون، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، تمام هاي هيجي. فهاي مجموعة الكربونيل مرتبطة بهيدروجين لو لا؟ أشوف ما مرتبطة بهيدروجين. إذن من عشيرة آل أو من عشيرة أون؟ من عشيرة أون. إذن كيتون ناخذ من عشيرة أون، تمام؟ هاي الأون، وحطينا الأون. ست ذرات كربون شو نسمي؟ هكسان. إذن هكسانون، تمام؟ اكو تفرع لو ما اكو تفرع؟ اكو تفرع على يا عدد ذرات الرابع. هذا شنو؟ سي اتش 3 مثل، اربعه مثل، هاي بما انه حلقه سايكلو هكسانون، اربعه مثل سايكلو هكسانون، تمام ان شاء الله هنا تكون سهله. نرجع لهاي اللي عفناها، هاي شلون نجي نحسبها؟ اول شيء هو شناش قايل؟ البنت ايش قال عدد ذرات؟ عدد ذراتها لازم خمسه، مو؟ خلينا نجي نشوف، واحد اثنين ثلاثه، تمام؟ شو هاي ثلاثه؟ شنو هاي؟ فاذن ثلاثة، احنا قلنا المفروض يصير البنت خمسة، لان احنا مثل اثل، مو؟ بروب بنت ايش قد؟ خمسة. بيوت عفوا اربعة، خمسة بنت، مو؟ وستة هكسان، سبعة هبتان، ثمانية اوكتان، تسعة نونان، عشرة ديكان، تمام؟ بس هنا يقول لي بنت، اذا تكون ايش قد؟ تكون خمسة عندي. فانا شلون حسبت؟ حسبت من الضلع، اذا شنو؟ غلطت، اوكي؟ هنا انا غلطت. ارجع اشوف، هاي ذرة كربون واحد، هاي اثنين، ثلاثة، تمام؟ هاي اربعة، وهاي خمسة، تمام؟ هاي أربعة وهاي خمسة، أوكي؟ إذا لا تشتبهون بالترقيم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة هاي هنا الضلع هذا، وهاي هنا خمسة،
تمام تمام اذا نجي هسه هاي خمسه بنت بنت زين، وين مجموعه الكربونيل؟ هاي مجموعه الكربونيل اللي هي سي دبل بوند او، نذكركم بها. هاي مجموعه الكربونيل على اي رقم؟ على رقم 2 مو على رقم 1، ذكروا رقم 2 مرتبطه بها هيدروجين لا كربون باطرافه، كربون منها ومنها، هاي كربون وهاي منها ومتين كربون. اذا شنو مواضي هذه؟ اذا من عشره اون وعلى اي رقم؟ 2. اذا 2 اون، هاي عزلتها على صفحه تمام 2 اون. بعد ايش عندي؟ تفرع. ايش عندي؟ تفرع. صح، احنا 2 اون عزلناها والبنت همتين عرفناها. بعد ايش عندي؟ تفرع. عندي تفرع على رقم 4 اللي هو يا هو اللي هو المثل، فاذا اعطي 4 مثل بنت. وعندي تفرع على رقم 3 اللي هو يا هو اللي هو اعطي 3 اين. ليش طلاب؟ هاي شوي خاف الدخن بها اللي هي هاي، خلينا شوي نغير لون اللي هي هاي هاي تمام. من تصير هيك هاي اصره كربون كربون تمام، هذا راح يصير له الكين تمام. اعتقد انتم حتى ذاكرتكم احسن من عندنا بعدكم، هسه تكونوا متخرجين وفرش، هاي المعلومه ان شاء الله ببالكم تمام. بس يعني خاف واحد ناسيها، انه احنا هنا اين، الاين ايش قد رقمها؟ 3 اين، يعني شنو؟ يعني الكين. فهاي راح اعيدها، خاف تخطو بها. ذرات الكربون نبدي نحسبها من اول ذرات كربون او اقرب مجموعه كربونيل، راح تاخذ اقل عدد غالبا 1 2 3 4 5 بنت اوكي. بما انه مجموعه الكربونيل هاي ما مرتبطه بهيدروجين وغير طرفيه ووسطيه ومرتبطه بذرات كربون، اذا شنو من عشيره اون؟ الكانون تمام تمام. اذا هاي 2 اون على عدد تفرع الثاني، اذا 2 اون. نيجي هنا بنت لانه 5 هنا 2 اون، نيجي التفرعات 4 مثل بنت 3 اين للالكين 2 اون، اخر شيء هاي تنذكر مال الالديهايد والكيتونات 2 اون، هنا ما تنشف 2 اون، وهنا نحكي التفرعات. زين زين، 4 مثل بنت 3 اين للالكين 2 اون مال الالكانون. ان شاء الله ما تكتبيها شويه، راجعوها راجعوها اكثر من مره على مود شويه دماغكم يتلف وياها، ان شاء الله تكون سهله عليكم تمام تمام. هسه هاي كملناها. اكو شغله بعد بالتسميه اللي هي كذا، كان اكو بنفس المركب الديهايد وكيتون، اجي اراجعها لكم حتى ما حتى هي شويه هاي معادلات شويه تدوخ حتى ما تدخون، انا ارجع وياكم اراجعها. هذا الديهايد ويا الاتش، هذا السي دبل بوند او ويا الاكسجين كربونيل، اذا ارتبط بار ار او خلينا نقول كربون تمام ذرات كربون، هنا راح نقول عنه كيتون. زين ان شاء الله ما تدخون بذني اوكي، ان شاء الله هذني ما تدخون بين. زين زين، هسه نيجي لهاي هاي الصيغه، نيجي نشوفها هاي الصيغه اوكي. هاي الصيغه خلينا نحكي بالله الكلام حتى بعدين نطبقها. يقول لك ان كيسز وير بوث الديهايد اللي هو الاتش والكربون الطرفيه اند كيتو فانكشناليتيز ار بريزنت ان ذا سيم، يعني بالالديهايد والكيتون اثنيناتهم موجودات ان ذا سيم مولكيول بنفس الجزيئه. ذا الديهايد جيتس بريفرنس، يعني الالديهايد لها الافضليه اند ذا مولكيول از سفكست وذ ان ال، يعني لها الافضليه وهي الجزيئه راح نسميها عليها، راح نقولها من ضمن من ضمن عشيره ال. فذا بوزيشن اوف ذا كيتو جروب از دينوتد باي ذا نيوميريكال بريفكس، الموقع مال الكيتو جروب تمام، وين راح تصير؟ ثانيه ثالثه رابعه، راح نعطيها الرقم مالتها، يعني الكربونيل اللي هي الكيتو راح نعطي الرقم مالتها، وبعدين ايش راح نسوي؟ اند از دونيتد باي يوزد ذا وورد اوكسو تمام. الملخص مال هذا الكلام، ملخص مال هذا الكلام ايش يقول لك؟ يقول لك اني من اشوف الديهايد وكيتو بنفس نفس الصيغه، خلينا نجي نشوف هاي الصيغه. يعني هاي مثلا هاي كربونيل وهاي كربونيل، يا هي الديهايد ويا هي كيتو، اكيد هاي الديهايد. ليش؟ لان الدكتور تقول لي هاي الكربون طرفيه ومتصله بهيدروجين، واكيد هاي شنو؟ هاي راح تصير لها الكيتون. ليش؟ لان هاي مرتبطه بذرتين كربون تمام، هاي ناسي وناسي، بينما هنا بهيدروجين تمام تمام. هسه هاي وحده. زين هنا شلون راح نجي ان شو اسمه الرقم؟ نجي الرقم منا لو منا، نجي خلينا نجي الرقم بالله منا. هاي عندك مثلا واحد، هاي الكربون واحد، هاي خلينا نغير اللون شويه تمام، عندك هاي واحد، هاي اثنين، ثلاثه، اربعه، وهاي خمسه تمام. اذا خمسه يكون شنو؟ يكون بنت، اذا هذا بنت تمام، خمسه بنت. هاي الخمسه ليش رقمنا منها؟ هسه نجي هاي هسه هاي بنت بنت، اطلع ال لاون من يا عشيره، راح احنا قلنا بالهذا قلنا الافضليه البريفرنس للالديهايد، اذا نقول له انت ضمن عشيره ال، اذا بنت تال. زين شو نسوي للكيتون اللي هو وين الكيتون؟ هذا رقم اربعه تمام، اربعه ونحط اوكزو تمام. الاوكسو انه نقول يابا هذا الكيتون ترى موجود تمام، حاش نروح ضمن العشيره، بس هي صح الافضليه للالديهايد بالتسميه، قلنا بنتانال ما قلنا بنتانون او حطينا اون تمام، قبل بنتانال. والرقم مال الاصره الكربونيل مال الكيتون اللي هو اربعه، قلنا اربعه اوكسو، كانه وسيله ربط، الاوكسو وسيله ربط، انه انا اقول موجود الالديهايد موجود الكيتون، اربعه اوكسو بنتانال. اذا اكو بعد تفرعات، اي اكو، وين؟ باثنين، عند اثنين اكو مثل، فيقول اثنين مثل اللي هو هذا التفرع، اربعه اوكسو اللي هو الكيتون، وبنتانال اللي هو هذا البنتان تمام، بنتان اللي هو خمسه ذرات كربون بنتان، وحطينا له ال على تسميه هذا اللي هو الالديهايد بنتانال. هسه احنا ليش رقمنا منه تمام؟ ليش رقمنا من هنا؟ اجينا من هنا رقمنا
لانه ليش نريد نعطي للتفرعات اقل عدد؟ يعني مثلا اذا منا انا اجيت رقمت 1 2 3 راح يصير 3 مثل، اوكي؟ فانا احاول انطيها اقل عدد فيصير 2 مثل 4 اوكزو بنتانال. ان شاء الله تكون واضحه لهنا. ارادتها شويه تركيز ومتابعه وعاده للماده حتى ان شاء الله تكون بعد اسهل لكم. زين، هنا نيجي لموضوع ثاني اللي هو الكومن ميثودز، يعني الطرق الشائعه فور بريبريشن اللي هو تحضير الالديهايدات والكيتونات. يعني كيميائيا شلون راح نحضر الالديهايدات والكيتونات؟ هسه هو مطينا في الطرق الشائعين. اول وحده اللي هي الاوكسيديشن اوف الكحول، اللي هو اكسده الكحول، اللي هو الاكسيديشن لوس اوف الكترون، تمام؟ نسحب الكترونات، لوس اوف الكترون، اوكسيديشن اوف الكحول راح تعطينا. نجي هسه واحده من الثانيه، خلينا نشوف. يقول لك الكيتونز، كيتونز اللي هي جماعه الكربون، نرجع هاي لازم ماكو، هاي كل شوي اعيدها لكم. كربون، تمام، اللي هي مرتبطه، اللي هي مجموعه كربونين سي دبل بوند او مرتبطه هماتين، تمام، او ار نرمز لها، تمام، انه ما مو طرفيه، ما مرتبطه بالهيدروجين. زين فيقول لك الكومن ميثودز اوف بريبريشن اوف الديهايد اند كيتون، الطرق الشائعه لتحضير الكيتون والهذا. زين عندنا واحد اللي هي اوكسيديشن اوف الكحول، تمام، اللي هو اكسده الكحول. يقول لك الكيتون مي بي بريبيرد، انه نحضرها الكيتونات باي ذا اوكسيديشن اكسده السكندري الكحول. هاي ممكن يجي عليها سؤال، او مثلا يقول لك ليش مو برايمري الكحول؟ ليش؟ هاي ترجع على هذا اللي كتبناه، قلنا احنا شنو؟ قلنا انه دائما ذره الكربون تكون وسطيه، تمام، تكون وسطيه، فتتبط باثنين كربون مو طرفيه، بما انه السكندري الكحول اللي هو الكحول الثانوي هماتين تكون هاي ام الاو اتش مرتبطه باثنين كربونات، فاذا مين يسوي لها اكسده راح تعطيني كيتون، بينما بنسوي البرايمري ممكن شيء ممكن يعطيني الديهايد. هسه نجي نشوفها، هسه ما نستعجل عليها، بس حفظوا انه بما انه دائما طرفي، دائما ذره الكربون بالنص بالكيتون، فلازم اخذ سكندري الكحول، تمام، حتى تفرعاتها منها من نص الكربون. زين الفكره اخذوها ببساطه، لا تعقدوها. زين سكندري الكحول لانه وسطيه، خلينا نحفظها، لانه تريدها بالنص الكربون، وريدها ترتبط بكربونات، ما نريدها طرفيه، ما نريدها تكون ترتبط ويا هيدروجين تكون الديهايد. فشنو؟ الكيتونز مي بي بريبيرد باي ذا اوكسيديشن اوف سكندري الكحول. اعتقد صارت واضحه. ان ذا بريزنس اوف اسيد، تمام، دايكروميت، هذا الاسيد دايكروميت يعني يقول لك وجوده يفيدني بالتفاعل. ذا رياكشن بروبابلي بروسيد، يعني التفاعل من المحتمل انه يبقى ويستمر. في ذا ريت ليميتنج فورميشن، يعني شنو؟ اللي هي محددات التفاعل، خلينا نقول اوف ذا كروميت ايستر، يعني هذا هو الكروميت ايستر ضمن التفاعل. فولود باي ديكومبوزيشن، يعني انه اسوي له ديكومبوزيشن اللي هو شلون اسوي له اعاده تشكيل او هالشيء اوف ذا ايستر تو جيف ذا برودكت، حتى شنو؟ حتى يعطيني المنتج اللي انا اريده. هسه هاي الدوخه كلها، تمام، احنا ما نريد ندوخ فيها هاي كلها، تمام، نحاول نركز على الفكره الاساسيه، هي يصير اكسده للسكندري الكحول، تمام، سكندري الكحول. اللي هاي هنا معادله شفتها شويه اسهل، اللي هو اكسده مثلا عندي هنا الاكسجين، تمام، هذا الاكسجين كعامل مؤكسد، هذا الاكسجين عندي، هذا بروبانول، بروبان تو اول اللي هو خلينا نقول كحول. زين ايش راح نسوي؟ راح هاي وهاي ايش نسوي؟ راح ناخذ اتش تو او، مجرد سحبوا الاتش تو او ترتاحون، وهاي اسوي دبل بوند او، تمام، دبل بوند او. فمن صارت دبل بوند او وسي، هذني شو مسح هاي، من صارت دبل بوند او، دبل بوند او وسي، هاي دبل بوند او سي، هاي كربونين. نيجي للاطراف مالتها، بمن مرتبطه؟ كربونات، اذا شنو؟ كيتون، اذا شنو ثاني؟ كيتون، اذا ايش صارت هنا ذره الكربون؟ وسطيه، هنا كربون وهنا كربون، ما مرتبطه بهيدروجين، اذا مو الديهايد، اذا شنو؟ سميناها بروبا نون، بروب ليش؟ لان ثلاث ذرات كربون، واحد اثنين ثلاثه، بروب، نون ليش عشيره نون؟ لانه هاي ذره الكربون مرتبطه بتو كربون، ما مرتبطه بهيدروجين وصايره طرفيه، اوكي، فهاي الفكره الاساسيه من هذا الكلام كله، انه انا اسوي اكسده للكحول، تمام، تروح ذرات الهيدروجين يطلع لي الاتش تو او، هنا يطلع لي كيتون، اوكي، هاي الفكره وما بها. زين هسه هاي الفكره صارت ان شاء الله واضحه. الطريقه الثانيه للتحضير، الطريقه الثانيه للتحضير هي هاي اسيليشن اوف ارينز، تمام، اللي هي اسيله، اللي هو ممكن يسموها شنو؟ ممكن يسموها الاسيله شو اسمه، وين هاي اسيله الارينز. هسه نجي نشوف شنو اسيله الارينز، تمام، اسيله الارينز هنا ضمن معادله يصيحوا لها فريدل كرافت اسيليشن، اللي هي هاي فريدل كرافت اسيليشن، تمام، هاي الفريدل كرافت اسيليشن نجي نفهمها باختصار. هنا شو نسوي بالفريدل كرافت اسيليشن؟ هنا عندي هنا اسيله اللي هو هذا هنا، زين وين هي، وين 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 هاي، تمام، اسيله هاي احاول اسوي لها اضافه لهنا، تمام، مثل ما تشوفون هسه هاي هنا او، وهاي اتش 3 سي، تمام، وهنا سي اتش 3 هاي مالتنا، اوكي، هي هاي، زين مجرد اضافه لهذا المركب هنا يصيحوا له فريدل كرافت اسيليشن بوجود شنو؟ بوجود لويس اسيد كاتاليست اللي هو هذا اي ال سي ال 3، ويعطيني هاي، هي هاي فريدل كرافت اسيليشن، تمام، لتدوخوا نفسكم، هذا اتش 3 سي او دبل بوند سي كلور، تمام، نضيف له هذا اللويس اسيد كاتاليست اي ال سي ال 3 اتش 2 او، راح نجي قبل هاي نضيفها لهذا، تمام، الدبل بوند او، تمام، هاي سي اتش 3، هاي نفسها سي اتش 3، وهذا نفس المركب،
فكان الله يحب المحسنين، لا تدخلوا نفسكم بهذا الكلام كله، بس احفظوا انه هو هي هاي اسمها فريدل كرافت اسيليشن، اللي هي عباره عن اسيله تمام، اللي هاي نضيفها هيك بهالطريقه وياها لويس اسيد كاتاليست وهكذا تعطينا هذا. نرجع نقراها. فريدل كرافت اسيليشن، اسيله الفريدل كرافت على اسم اللي هو سواها. مي بي يوز تو بريبير الكيل اريل كيتون، انه تستخدم لتحضير الالكيل اريل كيتونز كيتونات اور داي اريل كيتونز تمام. ان ذس بروسس، في هاي العمليه ان ارينز، الارين از يوجوالي تريتد، انه شنو نعامله وذ ان اسيد هالايد اور اسيد انهيدرات، يعني نعامله بحامض، المهم حامض. ان ذا بريزنس اوف لويس اسيد كاتاليست تمام، نعامله بحامض ان لويس اسيد كاتاليست، اللي هو اهم شيء لويس اسيد اللي هو اي ال سي ال 3 تمام. ذس رياكشن از ان اكزامبل اوف ذا اروماتيك الكتروفيليك سبستيتيوشن، يعني يقول لك هذا المثال انه يعتبر، يعني في هذا المثال يعتبر هذا التفاعل يعتبر كمثال للاروماتيك الكتروفيليك سبستيوشن، تفاعلات الاستبدال الاروماتيه الالكتروفيليك. الكتروفيليك شنو؟ يعني ياخذ الكترون تمام. تمام، فالمهم هذا الكلام كله ما يهمنا، اللي يهمنا هو شنو، هو الفريدل كرافت هاي المعادله نصيح له، الاسئله اللي هي هاي، خل اغير اللون حتى ما تدخون، الاسئله اللي هي هاي نضيف مجموعه اسيل لهنا تمام، من ضفناها لهنا بوجود الاي ال سي ال 3 اللي هو اللويس اسيد كاتاليست، راح نجي نحصل على شنو، نحصل على كيتون. ليش هذا كيتون؟ لانه هاي مجموعه الكربونيل مرتبطه بهنا كربون وهنا كربون، يعني هاي لو كانت هنا او او تمام، هاي او هاي سي تمام، وهنا اتش تمام، هنا ايش راح نصيح له؟ راح نصيح له الديهايد، بينما هذا لا، هنا كربون وهنا كربون، اذا هذا كيتون تمام. ان شاء الله هاي تكون بسيطه وسهله، لا تدخل بها طلاب. الرياكشن، قبل الرياكشن اكو اسامي نسيناها، اللي هي قلت لكم بعدين نرجع لها، اللي هي هاي سلايد 5 تمام، اللي هي اكو فد امور هاي صراحه بس هيك طلعوا عليها، يقول لك تراديشنال نيمز تمام، فد اسامي تقليديه ار يوزد فور ا جريت ميني الديهايد، اكو فد اسامي تقليديه للالديهايدات والكيتونات اللي هي المشهوره بالطبيعه تمام، او كانت مشهوره قبل لا يسوون نظام التسميه، مثل هذا السينام الديهايد اللي هو هذا نفس القرفه تمام، السينام الديهايد والفورفرال والاكرولين، هذا اللي هيك 3 اوف ذا 4 بيسز، وهنا يقول لك حتى الدي ان اي اللي هو تركيب الانسان هماتين اكو فد وحدات تركيبيه الى وحدات بنائيه الى، شو يقول لك؟ يقول لك هماتين كونتين كربونيل جروب، هماتين بي الكربونيل جروب تمام، اند اول 4 بيسز ار نيتروجين، كلهم بي نيتروجين هيتروسايكلز which we will discuss later، هاي راح نناقشها بعدين، بس تحفظ ان جوانين ثيامين سايتوسين، لانه راح تجي محاضرات ممكن هاي تكون مهمه بالنسبه لكم، جوانين ثيامين سايتوسين، خلوا ببالكم هذني هماتين يعتبرون بهن كربونيل جروب، هذني كمعلومات اضافيه لكم زين، بس هي اهم شيء الايوباك والتسميه التقليديه زين. هسه احنا وين وصلنا؟ للرياكشن، للتفاعلات تمام. نجي للتفاعلات، تفاعل رياكشنز اوف الديهايد اند كيتونز وذ امينز، اول واحد تفاعلاتها ويا الامينز اللي هو هذا ال NH2 تمام، NH2 الامين، تفاعلاتها وذ امينز اللي هو الصيغه الكيميائيه العامه RNH اوكي، اللي ار شنو يعني مرتبط بواحد اوكي، في ار ان اتش هذا الامين، في تفاعلاتها ويا البرايمري امين اللي هو هذا ار ان اتش مثل ما قلت، يعني واحد متفاعل يعني ال NH2 ويا واحد بس هاي زين، تو فورم ايمين اور شيف بيسز، هو المهم ايمين، شنو هذا الايمين؟ شنو هذا الايمين؟ ان ايمين از ا كومباوند مركب وذ سي دبل بوند ان، هاي هنا سي وهنا دبل بوند ان تمام، دبل بوند، فهذا راح نصيح له ايمين، فهنا اي تفاعل هسه مثلا هذا الديهايد يعني هنا هيدروجين طرفي تفاعل ويا هذا برايمري امين، خلينا نقول بتفاعل بوجود الحراره طلعت لي الاتش 2 او تمام، وهنا راح تبقى النيتروجين بدبل بوند باصلا مزدوجه مع الكربون، راح نصيح له ايمين تمام، بس قبل لا يصير ايمين هنا شوفوا هاي اكو مركب نصيح له كاربين والامين، يعني مجرد تفاعلات لا تدخل بالشرح وما ادري شنو هاي، مجرد حفظ التفاعلات، هسه بعدين الخصها لكم اللي هي شنو؟ هي هاي الديهايد اور كيتون مو مشكله، هذا الديهايد يتفاعل ويا برايمري امين، شيء وسطي يتكون كاربين ولامين تمام، هسه نعرف شنو كاربين ولامين، اخر شيء يعطينا امين، انت كل هالدوخه افهم لي انه الديهايد اور كيتون يتفاعل مثلا ويا البرايمري امين اللي هو هذا برايمري امين تمام، بتفاعل معين راح يعطيني سي دبل بوند ان تمام، اللي هو هذا نصيح له امين، اخر شيء من التفاعل وما بينهما يتحول كاربين ولامين تمام. تمام، فيقول لك ذا ميكانيزم اوف امين فورميشن انفولف ذا نيوكليوفيليك اديشن، يعني شنو النيوكليوفيليك اللي هو ينطي اوف ذا امين تو ذا كاربونيل كاربون، انه يقول لك هذا ابويا الامين ينطي الكربونيل كاربون فورمينج ستيبل انترميديت سبيشيز، فد اصناف وسطيه مستقره ينطي كولد كاربين ولامين، هاي بالنص هاي او بالبدايه من ينطي يعطينا كاربين ولامين، الكاربين ولامين ايش يقول لك؟ يقول لك ار كومباوندز وذ ان امين، يعني مركبات وذ ان امين جروب اند هيدروكسيل جروب، هاي attached to the same carbon، اثنيناتهم same carbon، يعني هاي كربون تمام، هاي الهيدروكسيل وهاي الامين تمام، اثنيناتهم هيدروكسيل والامين نفس الكربون يرتبطين كربين لامين، وهذا وسطي، هذا وسطي طلاب شوف هذا وسطي تمام، يعني يصير بالنص بالتفاعل واخر شيء يعطيني الامين، هذا الامين اوكي اوكي، ان شاء الله تكون الفكره واضحه، هذا من يتفاعل الكربوهيدرات والكيتون ويا الامين برايمري امين، ايش راح يعطيني؟ كربين ولامين اول شيء، والكربين ولامين اللي هو عباره عن ذره كربون مرتبطه باو اتش ومجموعه امين بنفس ذره الكربون، واخر شيء راح يعطيني شيء اسمه امين اللي هو عباره عن سي دبل بوند تمام، اللي هو هذا صحيح يمين، مختصر مفيد، لا تدخل نفسكم بكل هالكلام. التفاعل الثاني
اللي هو الالديهايد اند كيتونز رياكت وذ سكندري امين. احنا قبل شويه مو قلنا البرايمري امين انه الان مرتبطه بارتباط واحد، هسه شوفوا هنا الان مرتبطه ارتباطين، شوف كانه بهالطريقه ان ان اذا مرتبطه شنو؟ مرتبطه ارتباطين في سكندري امين تو فورم اينامينز. هذا صح الاينامينز. وهنا هم كشيء وسط ايش راح يصير؟ يلا ذكرون كاربينو لامين، اوكي هم بالنص يصير كاربينو لامين، واخر شيء يصير الانامين هنا. ليش؟ لانه هو سكندري امين. زين، فهنا الالديهايد اند كيتون رياكت وذ سكندري امينز تو فورم انامين. تمام تمام، فهنا ان شاء الله يكون كل شيء واضح. زين زين، هنا الانامين هاف ا نيتروجين باوند، يعني عنده فد اثر نيتروجينيه وكربون ويتش از بارت اوف كربون كربون دبل بوند، يعني هي تعتبر جزء من الكربون كربون دبل بوند. ذا ميكانيزم انفولف نيوكليوفيليك اديشن، هماتين اضافه تو ذا امين. تمام، هماتين تصير اضافه لل يعني اوف ذا امين، هاي يصير اضافه لهنا. زين اوف وين كنا نحكي انامين فورم اونلي نيوكليوفيليك العفو اديشن اوف ذا اوف ذا امين تو ذا كربونيل تو فورم ا كاربينولامين. قبل شوي حكينا انه يتكون اول شيء كاربينولامين اللي هو هذا اللي هو ذره كربون مرتبطه بطرف او اتش بطرف امين. زين الانامين فورم اونلي اف ذا كربونيل كومباوند هاز، هنا اقول لك الانامين اللي هاي الاخر شيء تمام المركب الناتج من اضافه الالديهايد او كيتون ويا مجموعه امين سكندري تتكون انامين. صحيح الانامين بيناتها كاربينولامين، كاربينولامين وسطي سواء ويا امين برايمري او سكندري، اوكي يتكون مركب وظيفي وسطي، وبعدين تتكون امين اذا كانت برايمري امين متفاعله ويا الالديهايد والكيتونات، واذا كانت سكندري امين راح تعطيني كاربينولامين كمركب وسطي وانامين كمركب اخر. بس هنا شو بقول لك، الانامين حتى يتشكل لازم اكو على الاقل فذره هيدروجين وياه، تمام؟ فذره هيدروجين موجوده بالتفاعل. زين هذا كل ما في الموضوع. زين زين، حتى الطلاب لا تدوخون نفسكم بدوخه التفاعلات وما ادري شنو هاي، احفظوا دائما البيزكس الشيء الاساسي تمام اللي يفيدنا، لان غالبا حتى بالامتحانات ما يحاولون يعقدوها عليكم، يجيبوا لكم اشياء بسيطه سمبل واشياء بس اهم شيء الفكره مالتها انتم فاهمينها. زين زين، هسه هنا يقول لك برايمري سكندري اند تيرشري الاولي والثاني والثالثي، الكحول الكحول الاولي والثاني والثالثي، هسه نعرف شلون نقول اول ثاني وثالثي، may be formed in the reactions of aldehyde or ketones with the Grignard reagent. شنو الجريجاند ريجنت؟ عندك الجريجاند ريجنت اللي هو هنا يقول لك اللي هو يتفاعل ويا الاورجانو مغنيسيوم، تمام مغنيسيوم عضوي، تمام هذا مغنيسيوم، شوف هنا همتين مغنيسيوم، هنا مغنيسيوم، المغنيسيوم دائما موجود بالجريجاند هذا ريجنت، تمام؟ هنا ايش راح يعطيني؟ برايمري سكندري اند تيرشري الكحول may be formed in the reaction of the aldehyde and ketone with the Grignard reagent. فتتكون الكحول من التفاعل ويا الجريجاند شو اسمه ريجنت. فنجي خلينا نشوف برايمري الكحول يتشكل مثلا من الفورم الديهايد، اوكي هسه برايمري الكحول هسه اللي هو هذا برايمري الكحول، هاي الفكره اللي تكون تعرفوها، جرينجاند ريجنت اللي هو اورجانو مغنيسيوم، تمام طلاب الديهايد اند كيتون هذا، تمام هذا الديهايد هنا مغنيسيو اورجانو مغنيسيوم، تمام في التفاعل بمغنيسيوم للدخن بي، هذا شنو صح له جرينجاند ريجنت، من يتفاعل راح يعطيني كحول. نجي نشوفها برايمري لو سكندري، طبعا دائما هنا H2O نتيجه التفاعل والمغنيسيوم وهاي الذره الثانيه، تمام وهنا تصير اضافه يعطيني الكحول، هسه هذا برايمري الكحول. ليش هذا برايمري الكحول اعتبرنا؟ لانه هاي الاو اتش مرتبطه بذره كربون وحده، هذا برايمري الكحول. نيجي للسكندري الكحول، تمام فروم الديهايد، هذا همتين فروم الديهايد. سكندري الكحول ليش هذا الديهايد؟ لانه ذره كربون طرفيه، مجموعه كربونيل هاي ذره كربون طرفيه مرتبطه بهيدروجين الديهايد، مرتبطه بمغنيسيوم اورجانو مغنيسيوم، هذا شرح سهله راح نسهله جريجنارد ريجنت، هذا الاسم الحلو، تمام هنا ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا هنا سكندري، راح يعطينا سكندري الكحول. سكندر الكحول ليش؟ لان هاي مجموعه الاو اتش هاي ذرتها تمام مرتبطه باثنين، واحد اثنين، تمام هاي ذره كربون مرتبطه بالاو اتش، بينما هنا ذره كربون مرتبطه بمن؟ بواحد، اوكي اوكي هاي بس هاي بس هاي، تمام تمام. فهنا دائما نشوف هاي مغنيسيوم عند اتش 2 او، هذا دائما دلت نتيجه للتفاعل. زين هنا التيرشري الكحول اعتقد صارت الفكره واضحه، ليش راح اسميه تيرشري الكحول؟ هسه راح نعرف. زين هنا هذا الجريجنارد ريجنت اللي هو ماتين بي مغنيسيوم ضمن تفاعل معين راح شو اسمه ينفرز المغنيسيوم ينفرز ويا الاتش 2 او ويا مي، وهنا الكحول اللي هاي او اتش مرتبطه بسي، هنا كم سي ذره الاو اتش كم سي مرتبطه؟ تمام هنا الاو اتش كم سي مرتبطه بكم سي؟ اوكي نجي نشوف مرتبطه هاي وهاي، هاي واحد وهاي اثنين وهاي ثلاث، اذا ايش راح نصيح له؟ راح نصيح له تيرشري الكحول. اذا نقدر نحضر الكحول من اذا مختصر هذا السلايد انه نقدر نحضر الكحول سواء اوليه او ثانويه او ثالثيه بتفاعل مع شيء اسمه جريجنارد ريجنت. جريجنارد ريجنت اللي هو البي مغنيسيوم غالبا، تمام للدخول بالتفاعل كله بشكل عام، بس انتم شوفوا مغنيسيوم، تمام شوفوا هنا مثلا الناتج مالته كحول، اذا هذا شنو؟ هذا جريجنارد ريجنت. تمام نجي نصنف الكحول اولي او ثانوي او ثالث على حسب ذره الكربون وارتباطاتها ويا الاو اتش، هاي الاو اتش ذرتها مرتبطه بواحد اذا برايمري، هاي الاو اتش هاي الاو اتش هنا مرتبطه بذره الكربون مالتها باثنين اذا سكندري، هاي هنا الاو اتش ذره الكربون مالتها مرتبطه بثلاثه واحد اثنين ثلاث ذرات كربون اذا شنو؟ تيرشري. وهاي هاي الفكره،
لا تدخون نفسكم. ان شاء الله كانت بسيطه وسهله وواضحه. نجي هنا، هذا هنا نفس الشيء يريد يعلق عليه، يقول لك addition of water انه اضافه الماء. هنا التفاعل العنوان مالته addition under acidic condition، الاضافه تحت ظروف حامضيه. الكونديشن اوف يقول لك addition of water اضافه الماء to carbonyl compounds، تمام؟ اضافه الماء انه نضيفه للكربونيل كومباوند. هنا ايش راح ينطينا؟ هنا الكربونيل كومباوند اللي هي نفس انها سي دبل بوند او، فاضافه الووتر للكربونيل كومباوند under acidic condition تحت ظروف حامضيه is analog to addition of water to alkene. يعني شبه اضافته للالكين، بس احنا يهمنا شنو هو؟ احنا يضيفنا هنا الالديهيد والش اسمه الديهيد والكيتون اللي هن الكربونين كومباوندز. يقول لك the reaction occurs in the three steps، ثلاث خطوات. اول شيء بروتونيشن اللي هو نضيف بروتون، تمام؟ نضيف بروتون. ثاني شيء اديشن اللي هو نضيف H2O، نضيف ووتر. وثالث شيء دي بروتونيشن نزيله، تمام؟ نرجع دي يعني دي بروتونيشن، احنا مو قلنا بروتونيشن اضافه بروتون او شو اسمه او جزيء، دي بروتونيشن ازاله البروتون، نرجع نوخر، تمام؟ فاذا اضافه بروتون برتن هاي بروتون، بروتون اضافه بروتون، دورا اديشن اضافه ما، دورا دي بروتونيشن نزيل البروتون. نجي نشوفها بالتفاعل هذا على الكين، واحنا هذا اللي يهمنا الكيتون. هذا الكيتون اول شيء احنا ضفنا بروتون، تمام؟ ضفنا هذا البروتون، زين صارت اضافه للبروتون. بعدين ضفنا الماء، تمام؟ بعدين ايش راح نسوي؟ راح نزيل البروتون، تمام؟ اخر شيء راح نسوي؟ راح نزيل هذا البروتون، هذا البروتون راح نزيله، تمام؟ اجوج فهنا همتين راح يطين في التفاعلات معينه، يعني هاي هيك بس بشكل عام يريد يشرح لك اياها. نجي للاوكسيديشن. الاوكسيديشن هي عمليه الاكسده مثل ما تعرفوها. الاوكسيديشن اللي هي loss of electron. الاوكسيديشن غالبا تكون شنو؟ تكون عباره عن loss of الكترون، تخسر الكترونات. اوكي اوكي، هنا مثلا اكو تفاعل يقول لك برايمري الكحول. البرايمري الكحول عرفنا، تمام؟ اللي هو شنو؟ اللي هو السي اللي مرتبطه ويا الاو اتش، مرتبطه ذره كربون وحده، تمام؟ تمام. برايمري الكحول ويا الالديهيد نصير له اوكسيديشن، اعطينا الديهيد، من بعدين اعطينا كربوكسيليك اسيد، من نستمر بالتفاعل. السكندري الكحول همتين عرفنا انه ذره كربون بالسكندري الكحول، ذره كربون مرتبطه بالاو اتش مرتبطه باثنين، فهي سكندري الكحول. من تخضع لاوكسيديشن اكسده راح تعطينا كيتون، من يستمر التفاعل ما يعطينا بعد شيء، تمام؟ عكس البرايمري. البرايمري من يدفع يعطينا الديهايد من يصير له اكسده، ومن يضل يدفع يعطينا كربوكسيليك. السكندري الكحول يعطينا كيتون، وبعدين نو مور اوكسيدايز. يعني هاي كفكره خلوها ببالكم. زين، اكو شيء اسمه تولينز ريجنت، تمام؟ اكو شيء اسمه تولينز ريجنت. اوكي اوكي، هذا تولينز ريجنت شنو؟ هذا عباره عن شيء كاشف، خلصي احنا، تمام؟ هذا تولينز ريجنت يميز لي الالديهايد من الكيتونات، تمام؟ اللي هو يتكون من ذني الفضه والهاي والامونيا، تمام؟ الفضه والامونيا، وتحاول يعني يعزل لي الالديهيد من الكيتونات. هذا كل المطلوب منكم تعرفوه، انه اكو شيء اسمه تولينز ريجنت يستخدم تو ديفرينشيت بين الالديهيد والكيتون، يعني شنو؟ حتى نميز بين الالديهيد والكيتون. هذا اللي اريدكم تعرفوه، لا تاخذون اشياء اضافيه وتدخلون بي ما ادري شنو هاي، وحفظوا هاي هماتين، انه الفضه وهاي، هاي صيغته. زين زين، عندنا شيء ثاني اسمه بينيديكت اور فيلينج سوليوشن. هذا السوليوشن، خلينا نقلب شويه سلايد، وين احنا وين؟ هذا الفينكس سوليوشن، هذا هو عباره عن صبغه. هذا هم ماتين حتى الميز يعني تو ديفرينشيت بين كيتون اند الديهيد. هذا عباره عن صبغه، تمام؟ عباره عن صبغه انه تطفي فد لون ازرق او ما تنطي لون ازرق. اوكي، هاي الصبغه. فهاي الصبغه ايش راح تنطيني؟ يعني راح تعطيني اذا صار الزرق، تمام، هذا كيتون. اذا اثنان بقت هيجي فهذا الديهيد. هاي كل ما في العباره، تمام؟ هذا الفينكس سوليوشن، انه اذا زرق يعني كيتون، اذا هيجي بقت يعني الديهيد عباره عن صبغه، تمام؟ سوليوشن يعني محلول، تمام؟ في محلول فيلين، فمحلول فيلين اذا صار ازرق كيتون، اذا بقى باهت فهذا الديهيد. هذا هم ماتين خلوه ببالكم. زين، عندنا ممكن يعني ممكن يجيبوها لكم، لا بس. نجي هسه للريدكشن. تفاعلات الاكسده عرفناها. الريدكشن اللي هي الاختزال، اللي هي شنو الاختزال؟ اللي هي جين اوف الكترون. يعني شنو جين؟ يعني تحصل الكترون. زين، الالديهيد اذا سوينا اذا الالديهيد قبل شويه، شوف شلون اكترابط. الالديهيد قبل شويه منين اجى؟ اجى من اكسده البرايمري الكحول. نفس الالديهيد اذا سويت له اختزال، تمام؟ يعني جين اوف الكترون، جين اوف الكترون. هذا الالديهيد اذا سويت له اختزال راح يرجع له البرايمري الكحول. الكيتون اذا سويت له اختزال راح يصير؟ راح يصير سكندري الكحول، تمام؟ وهكذا. زين ليش تفكر ليش الكيتون والسكندري دائما مترابطات؟ قبل شوي احنا ايش حكينا؟ قلنا لانه الكيتون لازم شنو؟ لازم اكو ذرتين كربون يرتبطن بي، اوكي؟ ذرتين كربون يرتبطن بي حتى يقول شنو انا هذا كيتونز، تمام؟ يعني مو طرفي، مو سي او هنا اتش، هذا الديهايد اللي هو بالبرايمري، تمام؟ فعرفنا ليش اكو صداقه بين الديهايد والبرايمري الكحول، واكو صداقه بين الكيتونز والسكندري الكحول. ان شاء الله يكون واضح هالشيء. زين، هاي تفاعلات الاختزال تصير تحت اي شو اسمه؟ يعني هاي الديهايد اند كيتونز، يعني من تخضع للريدكشن للاختزال، هنا اكو فد ريجنت اللي هي اما وين القلم هذا؟ اكو فد ريجنت اما ليثيوم الومنيوم هيدرايد، او هذا صوديوم، يعني صوديوم برو هيدرايد. هذا
تمام. تمام هذين في الريجنت في يعني اشياء يعني تسرع التفاعل او مساهمات بالتفاعل تمام، هاي تؤدي الى تعطيني الكحول وهذني الكحول. زين هسه انتم بس اهم شيء فكروا انه الالديهايد دائما ويا البرايمري الكحول والكيتون دائما مع السكندري الكحول، هاي الفكره الاساسيه. زين زين هسه ان شاء الله فهمناها. هسه تقريبا احنا طلاب لحد هنا فهمنا شنو الكربونيل، فهمنا شنو اصناف الكربونيل، هواي اصناف، احنا اهتمينا بالالديهايد والكيتون، عرفنا ليش الالديهايد شلون يصير وليش ليش يعني اذا ذره كربون مرتبطه بهيدروجين وطرفيا صح الالديهايد، والكيتون عرفنا شنو شلون نسميهن اثنيناتهم دورا، شفنا شلون نحضرهن ومنين نحضرهن، وعرفنا ليش البرايمري الكحول والسكندري الكحول، ليش البرايمري ويا الالديهايد دائما السكندري الكحول ويا الكيتون دائما، كلهن هذين عرفناهن تمام كامور اساسيه وبيزك. هاي الاشياء لازم تعرفوها. هنا اكو فد اشياء اضافيه هو ضايف لكم اياها تمام، يعني هاي فد معلومات صراحه مو ضمن هاي شو اسمه انما فد امور داعمه للامور يعني بالكيمياء العضويه اللي راح ناخذها تمام. خلينا نقول زين اول شيء اللي هو الهيمي اسيتال. الهيمي اسيتال هو عباره عن مركبات كيميائيه تحتوي على يعني نقل هذا هاي هذا الهيمي اسيتال. هيمي اسيتال are the key to understanding the carbohydrate sugar، يعني يقول لك هي المفتاح لتعلم او لفهم الكربوهيدرات اللي هو نفسه الشكر. فهنا الهيمي اسيتال اللي هو هنا عباره عن ذره كربون تمام مرتبطه على مجموعه هيدروكسيل اللي هو خلينا نقول او اتش وين هاي هاي تمام مرتبطه مجموعه هيدروكسيل او اتش وبنفس الشيء مجموعه او ار يصحوا له او ار اللي هو هذا الار خلينا نقول كربون مثلا او شيء هاي او ار، فمجموعه كربون او اتش واو بالطرف الثاني ومرتبط هماتين بذره كربون او ذرات اخرى فنسميها هيمي اسيتال. يعني هذا تخلوا بالكم هيك رينج تشين توتاليزم اوف كي اوف هيمي اسيتال. توتاليزم عباره عن تفاعل يعني يخليها توصل يعني للاستقرار او للمعادله صح ولا توتوميرزم اوف هيمي اسيتال ريزلت ان ستيبل رينجز تمام. شوف احنا قلنا يفصلها للاستقرار الستيبل رينجز يعني حلقه مستقره تمام اندر ذا سبيشال كونديشن تحت يعني في حالات خاصه اللي هي حالات التفاعل هاي هيك. زين ستيبل رينجز ار كامنلي سين امونج شوجر تمام الحلقات المستقره دائما نشوفها وين ويا السكريات. زين وهاي السكريات جلوكوز هذا مثلا بي فورم وهذا اخره هذني كلها راح ناخذ ان شاء الله بالكربوهيدرات. هذا شويه خلوا بالكم انه هذا من نشوف الصيغه الكيميائيه بهالطريقه متفرعه هاي نصيح لها فيشر بروجكشنز، وهاي من نشوفها بهالطريقه حلقيه راح نصيح لها هورث بروجكشن تمام. طب هذني امور داعمه. زين هنا يقول لك شوجرز ار كلاسيفايد باي ذا نمبر اوف كربون اتومز ان ذا تشين، يشرح لك على الشكر اللي هو راح ناخذه بغير محاضرات ان شاء الله بس يعطيك فد معلومات عنه مقدمه انه الشكر انه يصنف بالاعتماد على عدد ذرات الكربون الموجوده بالسلسله. فهنا يقول لك مثلا اذا اكو 3 كربون 4 كربون 5 كربون او 6 كربون لاخره شوجرز، فعلى حسب عدد ذرات الكربون احنا راح نسميه الشكر. هنا نعطيك امثله ذني يعني مثلا هذا الرايبوز تمام، هنا مثلا هذا جلوكوز اوكي هذا فركتوز والى اخره، هذني نجيب نفصل تفصيلين يجي بعدين ندخل بهن. هنا شو يقول لك؟ يقول لك الشوكرز مي بي الدوز تمام اللي هو الالدوز شنو كونتين الديهايد، يعني من نشوف الالدوز ويا الشكر ويا الشوكر صح سهله الديهايد، من نشوف التسميه بها كيتوز هنا يعني شنو كونتين كيتون يعني سهله هاي الديهايد بي الدي الشكر بي الديهايد الدوز بي كيتون كيتوز، هذني هماتين جوز يفيدنا بعدين. زين هاي عفوها نجي هنا الشوكر كيمستري هماتين هنا بعد اذا يحكي على الشوكر كلها معلومات تمهيديه للمحاضرات الجايه مثل ما قلنا. هنا يقول لك الاسيتال ديريفيتيفز يعني الفروع الاسيتيل ار ميد باي اديشن اوف الكحول، انه نضيف الكحول تو الدوز للالدوز تمام مساحه عشان عنه تو الدوز كربونيل جروبس ذا الكحول كان بي فورم، يعني الكحول يعني نقدر ناخذه فروم انذر شوكر ريدوسينج داي اند بودي ساكرايد، ذا الكحول كان بي فروم انذر شوكرز تمام producing داي اند بودي ساكرايد، يعني ينطينا الداي اور بودي ساكرايد اللي هي السكريات الثنائيه الداي والبولي المتعدده تمام. تمام هذين كلهم ان شاء الله ندخل بهم مثل ما قلنا يجن بعدين. السكروز اند لاكتوز ار كومن داي ساكرايد كامثله للسكريات الثنائيه السكروز واللاكتوز. زين الكربوهيدرات ار بودي ساكرايد يعني الكربوهيدرات شنو؟ الكربوهيدرات اللي هي عباره عن سكريات متعدده، وهذا السليلوز وهذا الاميلوز اللي هو الستارش اللي هو هذا النشا تمام النشا وهذا السليلوز. زين البولي سكرايز ار هيدرولايز تو شوجر اندر اسيد كونديشن بيكوز ذي ار اسيتالز، يعني يقول لك البولي سكرايز اللي هي نفس الكربوهيدرات مثل ما قلنا الكربوهيدرات بولي سكرايز، فيقول لك تصير بها يعني هيدرولايز تو شوجر تمام تتحول للشكر اندر ذا اسيد كونديشن تحت الحاله الحامضيه، ليش؟ لان هي بيكوز ذي ار اسيتالز تمام يعني هي اسيتالز، فالكربوهيدرات مثل ما تعرفون تتحول الى شكر، يعني اللي ياكل مثلا نشا هذين الامور النشويه والكربوهيدراتيه تحت ظروف حامضيه تتحول الى شكر، هذا كل اللي يريد يقوله. زين لهنا انا اعتقد هسه احنا خلصنا اغلب الاشياء اللي نريدها بالمحاضره، يعني بقى بس نلخصها وان شاء الله نكمل. هذا الملخص هذا هماتين فد شيء اضافي
هنا قال لك reduction of the carbonyl group of sugar product aldehydes which are polyols. يعني هاي أمور هيجي بعدين نشرحها. oxidation of sugar إنه أكسدة السكر leads to carboxylic acid using aqueous BR2. يعني ممكن الأكسدة مال السكر تؤدينا إلى carboxylic acid حامض الكربوكسيل باستخدام الأكيوس BR2. تمام. such long chain carboxylic acid can also cyclize. يعني نفس هاي السلسلة الطويلة مع الكربوكسيل حامض الكربوكسيليك ممكن إنه نرجع ندورها to give cyclic ester. تمام. هسه هاي يصبحوا لدورة ester. عندك with concentrated nitric acid يعني انه نيتريك اسيد مركز حامض النيتريك المركز dicarboxylic acid also called aldric acid are produced. يعني بهاي الظروف يعطينا aldric acid. هاي امور كلها ان شاء الله بعدين تتوضح. زين نيجي هسه كملخص طلاب للمحاضره. احنا قلنا وش الالديهايد اند كيتون. تمام. بالمقدمه ايش حكينا عنها؟ قلنا هاي مجموعه الكربونيل هاي اللي هي او دبل بوند سي. تمام. وحسب طرفها اذا طرفها اتش هاي الالديهايد، اذا طرفها ار او كربون خلينا نقول هاي كيتون. بعدين اجينا عرفنا شنو الدايبولر مومنت العزم القطبي، تتذكرون ان شاء الله اللي هو الالكتروفيليك والنيوتروفيليك. زهراء واحمد ما نسيتهم. الالكتروفيليك البوزيتيف اللي هو شنو؟ لوف الكترون. تمام. ينطي. تمام. لاف اللوف الكترون يعني ياخذ. النيوتروفيليك اللي هو النيجاتيف اللي هو لوف نيوترون، هذا جيف الكترون اللي هو ينطي. نجينا للنيمينج. النيمينج التسميه كانت تسميه تقليديه وتسميه ايوباك. التسميه التقليديه اللي هو مثلا بالش اسمه بالاما نحذف الايك اذا فورمك مثلا ونحط فورم الديهايد. تمام. نخلي اسم الديهايد او الكيتون قبل ناخذ الاسم ونحط كيتون. الايوباك هم نجي الرقم وعلى عدد الارقام درجه عدد ذرات الكربون نجي نسمي الاسم على عدد. يعني مثلا مثل اثيل قلنا مثل واحد اثيل بروب. تمام. بيوت بنت. بعد شنو؟ هكسان هبتان اوكتان نونان ديكان. تمام. تمام. على حسب هالمعادله ونيجي نسميه ونشوف التفرعات ونسميه ونخلي ال عشيره الالديهايد وامون امون عشيره الكيتون والى اخره. وهاي لها ظروفها الخاصه ترجعوا لها. زين البريبريشن التحضير اما اوكسيديشن اوف الكحول، وعرفنا اكو فرق بين البرايمري والسكندري. السكندري يعطيني كيتون. واكو اسيليشن اوف ارينز، هاي همتين حكيناها. بعد الرياكشن تفاعلات وذ امينز اللي هو واحد تعطيني امين، احنا قلنا والتو امين تعطينا انامين والجريكانت ريجنت. تمام. اللي هو ابو المغنيسيوم بعدين همتين يعطيني. زين وهنا الاوكسيديشن اند ريدكشن همتين شرحناها لهنا. ان شاء الله تكونون ان شاء الله تكونون فاهمين والماده ان شاء الله من وصلنا لهنا سهله وواضحه عليكم. راجعوها.